نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث شهدت أسعار الذهب بالسوق المصرية ارتفاعا محدودا بحوالي 3 جنيهات، وذلك بسبب صعود سعر الذهب عالميا والذي وصل إلى 1836 دولارا للأوقية. أما في الأسواق المحلية فقد سجل الذهب عيار 18688 جنيها، عيار 21803 جنيهات، عيار 24917 جنيها. أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 6424 جنيه. نتحول إلى أسواق النفط العالمية، حيث هبطت الأسعار مع جني المستثمرين للأرباح، وذلك في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر، لكن زيادة الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2014. وقد تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.1% لتسجل 86 دولارا و90 سنتا للأوقية، والخام الأمريكي تراجع أيضا بنسبة 0.6% ليسجل 87 دولارا و95 سنتا للبرميل.